منبركم على الاهتمام بالاشغال ديال المؤتمر التي عقده الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه بشعار وفاء التزام انفتاح. هذا المؤتمر اللي كما تبعتم فهو جاء في ظروف اولا اللي هي استثنائيه في ظروف الجائحه وفي ظروف يعني الاجراءات الاحترازيه اللي يعني المعمول بها وطنيا وكذلك على الصعيد الدولي. والتنظيم ديال هذا المؤتمر بهذه الصيغه ايبريد ولا حضوري مع يعني عن بعد، فهذه التقنيه هي تقنيه جديده لنا الشرف كاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه ان يكون هذا المؤتمر ديالنا هو اول مؤتمر يعقد بهذه الطريقه الجديده. وهذه الطريقه كما تتعرفوا فهي فرضتها يعني الظروف العامه اللي تتعيشها بلادنا وكيعيشها العالم كذلك. الأجواء فاش كانت الجلسة الأولى ولا كذلك الأجواء ديال اليوم هي أجواء جيدة جدا ممتازة بحضور مؤتمرات والمؤتمرين، يعني أكثر من 90% ديال المؤتمرات والمؤتمرين هم حاضرين، إلا بعض يعني الحالات اللي سواء كان المانع هو في بعض الأحيان المرض وفي بعض الأحيان ظروف أخرى عائلية. يعني الجلسة الأولى كما تتبعتم جلسة يعني الافتتاحية كانت فيها الكلمة ديال الأخ الكاتب الأول، وكانت فيها كذلك العرض ديال اللجنة المالية التي عرضت يعني التدبير المالي للحزب خلال الولاية السابقة، وكان فيها كذلك التقرير الأدبي الذي قدمه الأخ الكاتب الأول. هاد التقريرين فعلا فيهم يعني مجموعة من المعطيات، مجموعة من التفاصيل التي ناقشها المؤتمرات والمؤتمرين باستفاضة، وكذلك حاولوا إعطاء مقترحات بالنسبة للتدبير المالي للحزب وكذلك تدبير ديال بعض الأمور. ثم كذلك اليوم نحن بصدد انتخاب الأجهزة، انتخاب الكاتب الأول ثم انتخاب الكتابة الجهوية وأعضاء المجلس الوطني. بالطبع هذه العملية مرت في ظروف جيدة وبحماس كذلك، ومرت في ظروف سليمة ولم تكن هناك أي يعني أي طعون وأي أمور في هذا الاتجاه. فأظن أن المؤتمر الذي نعقده المؤتمر 11 هو مؤتمر استثنائي ومؤتمر تاريخي كذلك، لأن المقرر التنظيمي وكذلك الورقة السياسية جاءت بمستجدات كثيرة تتماشى أولا مع الظروف الحالية وتتماشى مع النموذج التنموي اللي بلادنا بصدد تنزيله. فنحن حاولنا يعني ملائمة هذه يعني سواء المقرر التنظيمي ولا كذلك المقرر السياسي مع ما جاء به يعني التقرير ديال النموذج التنموي، وكذلك مجموعة من الإكراهات التي واجهها الحزب خلال الفترة السابقة خاصة في الجانب المتعلق بالجانب التنظيمي. فاليوم نحن يعني قررنا في المجلس الوطني وكذلك في المكتب السياسي وفي المؤتمر على إعطاء الأولوية وإعطاء ودعم التوجه الجهوي لحزبنا تماشيا مع يعني المتطلبات التي افترضها يعني الورش ديال الجهوية المتقدمة اللي بلادنا يعني فتحت هذا الورش منذ 2015، وكذلك لمواكبة يعني المناضلات والمناضلين ومواكبة كذلك المنتخبات والمنتخبين في التنظيمات ديالنا الترابية في الجهة. والجهة ديال مراكش أسفي كذلك، فالحضور ديال المؤتمرات والمؤتمرين ديال الجهة من جميع الأقاليم الثمانية يعبر أولا على الانسجام، يعبر كذلك على التضامن، ثم يعبر
على اللحمة المتواجدة بين مناضلات ومناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي في هذه الجهة، وكذلك في عزمنا كاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هذه الجهة تكون من بين الجهات الأساسية الحزبية في بلادنا، وكذلك تكون نموذج ديال التدبير سواء في الجانب السياسي وكذلك في الجانب المتعلق بالتنظيمي. ثم أن اليوم تتعرفوا كذلك بأن يعني السرعة والتكنولوجيا الجديدة تفرض أن التواصل يكون باستعمال هذه التكنولوجيات، فالمقرر التنظيمي جاء بمجموعة من المستجدات التي يعني ستعتمد هذه التكنولوجيات في الآتي من الأيام ومن السنوات إن شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.